سافر زياد برحلة لأمريكا. المشكلة أنه تكاليف الاتصالات هواية عالية. ليلى اقترحت طريقة تستخدمها الاتصال ويا أخوتها بكندا. شرحت لي عن عدة برامج أستعملها حتى أقدر أحكي ويا أي شخص عنده انترنت كونكشن وأقدر أشوفه همين. المشكلة أنه اللابتوب مالتي قديم شوية وما بي كاميرا تقدر تنقل صورتي عن طريق برنامج المحادثة. خليل قال لي تقدر تشتري هاي الكاميرا من أي محل يبيع مستلزمات كمبيوتر وبسعر قليل، وبكل بساطة تقدر تركبها فوق شاشة اللابتوب. شنو الكاميرا اللي لازم أشتريها لللابتوب؟